من عبق الماضي حصلنا على إرث ثقافي ورياضي متنوع، وكانت الألعاب التقليدية إحدى هذه الموروثات الجميلة التي نستلهم منها حاضرنا المشرق لنورثه لأجيالنا القادمة بكل حب وفخر. لعبة الصولة هي لعبة تقليدية مارسها أجدادنا وآباؤنا منذ القدم، تتطلب مهارات التصويب بالإضافة إلى التركيز العالي واللعب الجماعي بين أعضاء الفريق، سواء كان الفريق في وضعية الهجوم أو الدفاع، من أجل تحقيق أهداف اللعبة. لعبة الصولة كما يطلق عليها أيضا في سلطنة معنا بلعبة الحو. لعبة الصولة تتكون من أيضا من مقشاع ويكون طوله 60 سنتيمتر تقريبا، وتكون من الصولة. الصولة تكون في حدود 20 سنتي إلى 25 سنتيمتر. تتكون من فريقين، فريق دافع وفريق مهاجم. الفريق المهاجم يكون من الخارج محاولة ضرب الصولة إلى أبعد حد، والفريق المدافع محاولة أن يمسك الصولة أو أن يضرب الصولة إلى داخل الحفرة من حيث طلعت الصولة. تعطي لعبة الصولة لاعبيها بعض الدروس المستقاة من الأخلاق الاجتماعية الأصيلة والأخلاق كالتعاون والأمانة وبناء شخصية اللاعب على أساس العمل ضمن فريق واحد. يتكون كل فريق للعبة الصولة من 4 لاعبين أساسيين بالإضافة إلى لاعبين في الاحتياط. أما بالنسبة للملابس المخصصة للعبة فهي القميص والبنطال القصير والوزار. في هذه اللعبة تعتمد بالكثير على القوة في اليد، لأن تعتمد على أقصى مكان تقدر توصل عليه الصولة. فنحن نحاول ننمي اللاعب أول شيء على القوة في اليد، ثم نعلمه كيف المهارة، متى تستخدم الصولة وفي أي موضع، وعلى حركة اليد كيف تضرب الصولة. تجرى قرعة لعبة الصولة بواسطة الحكم ليتم تحديد الفريق المهاجم والفريق المدافع، ثم يصطف لاعب الفريق المهاجم في الشوط الأول عند الحفرة، ويتمركز الفريق المدافع في مواقع ضمن الملعب لالتقاط العصا القصيرة الصولة التي يقذفها المهاجمون بالعصا الكبيرة المقشاع. إذا تكلمنا عن الجانب التحكيم في لعبة الصولة فهي تتكون من 4 حكام، حكم رئيسي، حكم مساعدين. مهمة الحكم الرئيسي هو إعطاء إشارة البدل للاعبين، حيث أن يكون عن الفريق مهاجم فريق مدافع تنظيم اللعبة. إشارة البدأ يحاول لاعب من اللاعبين المهاجمين باستخدام المقشاع والتولة رمي التولة إلى أبعد مسافة، ومحاولة اللاعبين المدافعين التقاط التولة. بعد ما يلتقط المدافعين التولة يحاول إعادتها إلى مكان الرمي. بعدها الحكم يحسب المسافة بين الحفرة وبين التولة. إذا كانت أقل من حجم المقشاع فمن حق اللاعبين المهاجمين محاولة ضرب التولة 3 مرات وبعدها إلى أقصى مسافة. بعدها يبدأ مهمة الحكم في احتساب بين التولة وبين الحفرة، وتحسب النقاط على حسب المسافة المحسوبة بين التولة وبين الحفرة. يضرب اللاعب المهاجم الصولة بالمقشاع بطريقة معينة ليقذفها لأبعد نقطة ممكنة، شريطة أن لا تخرج من الحدود الجانبية للملعب. وبعد نجاحه في ضرب الصولة يقوم بوضع المقشاع إلى جانب حفرة البداية. لكل مهاجم 3 ضربات لضرب الصولة، ولا يكمل المحاولات إذا نجح في ضرب الصولة من أي محاولة. عند نجاح المهاجم في ضرب الصولة يقوم أحد المدافعين بالتقاطها من المكان الذي توقفت فيه، ثم يقوم بتصويب الصولة على المقشاع، فإذا أصابته فإن محاولة المهاجم تعتبر غير ناجحة. يحق للمدافعين أن يلتقطوا الصولة قبل وقوعها على الأرض لمنعها من السقوط والابتعاد في المسافة. ما فشل المدافع من إصابة المقشاع
يحق للمهاجم أن يحاول إبعاد الصولة عن طريق ضربها من إحدى طرفيها لترتفع، فيكمل إبعادها بالمقشاع في حركة سريعة ومرنة جدا، ليتم بعد ذلك قياس المسافة المكتسبة بهذه الطريقة بواسطة المقشاع. منها يتم احتساب إجمالي مسافات الصولة لكامل أعضاء الفريق المهاجم كنقاط قاموا بتجميعها من الشوط المخصص لهم كمهاجمين. فالحكم لابد أن ينظم في حالة بدء اللعبة أن الطولة جوانب الملعب، لأن الملعب 10 متر، فالحكم ينظم عدم خروج الطولة على حدود الملعب، وبعد نفس الشيء ينظم عملية رمي ورجوع الطولة واحتساب بعض المخالفات إذا استدعت احتساب أي مخالفة. تتكون لعبة الصولة من شوطين يتم من خلالهما احتساب الفائز عن طريق مجموع النقاط التي اكتسبها في الشوط الخاص به. يتكون شوط المباراة من 3 محاولات لكل لاعب، ثم يتم احتساب 5 دقائق استراحة ما بين الشوطين ليأخذ الفريق الذي كان مدافعا شوطه كمهاجم. بديت هذه اللعبة شفت أخواني واللي أكبر منها عمامي يلعبوا هذه اللعبة يمارسونها على البحر، وشاهدت مباريات ودوريات وكنت أروح معهم أتابع، وحبيت اللعبة وكنت أروح معهم. بات المدرب أن أريد أشارك وحقت بالفريق، الحين من ضمن الفريق. والله بدايتي في لعبة الصولة كانت على الشاطئ عن طريق زملاء، وكانت بدايتي صعبة وشوي الحمد لله تحسن مستواي، وصرت ألعب بارتياح يعني دون صعوبة. أنا هذه اللعبة راح تنتشر يعني، لأن اللعبة سهلة، لعبة ممتعة في نفس الوقت، يعني الولايات في السلطنة تلعب هذه اللعبة، وأنا أتوقع أني راح تنتشر هذه اللعبة. من ناحية اللعبة الفريق معي كان في بدايات شوية معقدة، لأن ما فهمين القانون، وبعد ما فهمناهم القوانين وعلمناهم كيف اللعبة وتعلموا كيفية الدقة والقوة على هذه اللعبة، الحمد لله صار الفريق أحسن من قبل يعني. من خلال لعبة الصولة والكثير من الألعاب التقليدية العمانية نطل سويا على التاريخ الإنساني الجميل الذي صنعه أجدادنا، نقل إلينا عبر الأجيال، وسنقوم بحفظه ونقله بكل فخر وحب إلى أجيالنا القادمة.